بهدف رفع وقياس مستوى المهارات العليا للطلاب وزيادة الوعي والفكري لديهم وتمهيدهم لجعلهم من ضمن الطلبة الموهوبين، أقام مكتب التعليم بالنسيم بجدة مسابقة فكر الموهوبين في المجالات العلمية التي تستهدف مهارات التفكير العليا لدى الموهوبين لتبادل الخبرات والتجارب بين ملاك المدارس وخلق جو من التنافس بين طلاب المدارس في المجالات العلمية. هذه مسابقتنا، مسابقة فكر. هذه المسابقة بالحقيقة هي مسابقة الغرض منها قياس مستوى أو مهارات التفكير العليا لدى الطلاب في مواد العلوم الطبيعية اللي هي كيمياء وفيزياء وأحياء. خصصنا الثلاث المواد للمرحلة الثانوية، اخترنا المرحلة الثانوية كبداية إن شاء الله تعالى لهذه المسابقة. هذه المسابقة هي مسابقة مهارات عليا طلاب مكتب النسيم بمبادرة من شعبة العلوم في مكتب النسيم، وهذه المباراة والمسابقة هي تعتمد على مهارات متقدمة تنقل الطالب من مرحلة التعليم إلى مرحلة التعلم، مهارات عليا. طبعا تحدي وإثارة وتشويق في زمن محدد، وطبعا هذه المسابقة مرت بتنسيقات من قبل، ورش أعدت لهذه المسابقة وتم تشكيل لجان وأنا من ضمن لجنة التحكيم. الهدف من ذلك هو تعميم هذه التجربة، والهدف من ذلك الرقي بأسئلة المعلمين، الهدف من ذلك أن يعود بعد ذلك الرقي إلى طريقة التدريس والاستراتيجيات التدريس، بحيث يعتمد المعلمون على استراتيجيات التعلم النشط وما إلى ذلك حتى نحقق الهدف. مسابقة هدف إلى يعني إخراج مواهب الطلاب، إخراج مواهب المتعلمين، مش فقط كان تعليم تقليدي كحفظ أو كمن غير، لما هذه يعني تغير في طرق التفكير وفي طرق الاستنتاجات، الملاحظة، الإنسان يلاحظ في يعني أشياء جديدة ترتقي بمعلومات الطالب وفهمه وطرق تفكيره وفهمه للعالم من حوله. مسابقة أضافت الكثير صراحة للمشاركين فيها. صراحة هي مسابقة الدافع اللي احنا نخش فيها، اللي هي تدينا وتضيف لنا بداعي ان فكر اعلى ومستوى اعلى في الاسئله، مستوى مختلف في الاسئله. وصراحه يعني هي مسابقه كانت تنظيم جميل وتنظيم رائع واستقبال اكثر من رائع يعني صراحه، وكان في منافسه جميله بينه وبين المدارس المشاركه. سبب مشاركتي بالمسابقه هي مسابقه تهدف الى زياده الفكر والوعي عند الانسان، وكمان نمط الاسئله كان يشغل وعي الانسان ويزيد من ثقافه الانسان والفكر. يعني اغلب الاسئله كانت تتمحور حول كيف الانسان يفكر وكيف يبدع وكيف يجاوب عن هذه الاسئله بطريقه ابداعيه، يعني خروج عن النمط المعتاد من الاسئله. فهذه اضافت المسابقه شيء الكثير، يعني انا مساعده، وطبعا تبث روح التعاون، ويعني الانسان بمفرده ما يقدر يسوي شيء، لازم يكون عنده روح التعاون حتى يوصل للانجاز والهدف اللي يتمناه في حياته.